حين يشاء الله يستبدل أسباباً بأسباب، وحين يشاء يغلق باباً ويفتح أبواب. فكن راضياً وكأنك تمتلك كل شيء، فكل ما يكتبه الله لنا ألطف مما نشاء. رزقكم الله التقوى والإيمان، فتلك هي البداية. وحفظكم الله من شر الإنس والجان، فتلك هي الوقاية. وكف عنكم شرور الظالمين، فتلك هي الحماية. ووضع لكم الله قبولا في الأرض، فتلك أعظم آية. أحبكم الله وأكرمكم بجنة الفردوس، فتلك هي الغاية. تحياتي.